طيب أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. كيف هو الواقع بعد 9 سنوات من انقلاب ميليشيا الحوثي؟ فاز بجائزة أثر فيلم يحكي رحلة يمني مع ترميم صنعاء القديمة. جزيرة يابانية تتجاوز أعمار ساكنيها 100 عام. أهلا بكم. منذ أكثر من أسبوع أغلقت جماعة الحوثيين كل الطرق المؤدية إلى ميدان 70 وسط صنعاء، وتفرض انتشارا أمنيا كثيفا في محيطه بالتزامن مع الذكرى السنوية 9 لسيطرتها على العاصمة اليمنية، في الوقت الذي بدأت فيه الجماعة احتفالات مبكرة بمولد النبوي بتجهيزات مكثفة استنفرت فيها كل المؤسسات وفقا لما جاء في موقع العرب الجديد. في 21 سبتمبر 2014 سيطرت جماعة الحوثي على صنعاء وأسقطت كل مؤسسات الدولة، ومنذ ذلك الحين دخلت البلاد في دوامة الحرب والتدخل العسكري الخارجي، وأصبحت تمارس طقوس احتفالاتها بحالة من الصخب بعيدا عن الهموم اليومية التي يعانيها الناس بفعل الحرب. ما زال صدام عبد الوهاب وهو موظف حكومي في صنعاء يتذكر اللحظات التي عاشتها صنعاء أثناء دخول المسلحين الحوثيين إلى شوارعها وفرض نقاط أمنية وانتشار كثيف وحراسات على المنشآت الحكومية ومنازل كافة المسؤولين التي فرضت عليهم الإقامة الجبرية. يقول عبد الوهاب: كان الحدث أشبه بكابوس مزعج، لقد انهارت الدولة بشكل كامل ولم يعد لها وجود. وكشفت تلك الأيام بوضوح عن الوضع في البلاد الذي وصلنا إليه اليوم نتيجة الحرب التي دمرت كل شيء ولا نعرف نهايتها. مرت البلاد بسلسلة من التحولات في مسار الحرب خلال السنوات الماضية، لكن تبدو الأوضاع هذا العام مختلفة، إذ تشهد البلاد حالة هدنة منذ مطلع إبريل عام 2022 نتجت عنها مفاوضات ثنائية بين السعودية والحوثيين بوساطة عمانية خلال الأشهر الماضية ووصلت إلى مرحلة متقدمة. ومع توقف الحرب وجدت جماعة الحوثي نفسها أمام تصاعد الضغوط الشعبية ضدها للمطالبة بالرواتب والخدمات المقطوعة منذ 8 سنوات، وسط اتهامات للجماعة بالاستحواذ على جميع الإيرادات لصالح الحرب. تتوجس جماعة الحوثي من أي أصوات معارضة لسلطتها في مناطق سيطرتها باعتبارها تهديد للجبهة الداخلية، وينظر لأي مطالبات على أنها امتداد لحرب خصومها في التحالف الحكومة اليمنية يستهدفها بشكل أساسي. كتب محمد جميح مقالا بعنوان الحوثي في الرياض دلالات وأبعاد، نشره موقع القدس العربي وجاء في جزء منه. واشنطن ترى أن الحل في اليمن يأتي ضمن خطوات يتم بها تمهيد لعلاقات عربية إسرائيلية ضمن مفهوم الشرق الأوسط الكبير والتحالف الإبراهيمي، فيما الرياض مهتمة بمراكمة عناصر قوتها الناعمة، وعلى المدى المنظور مراكمة عناصر القوة الخشنة ما أمكن لها ذلك. وفي الشأن اليمني، وبمجرد أن زار السفير السعودي محمد آل جابر صنعاء في رمضان الفائت حدث حراك دبلوماسي مكثف، حضر المبعوثان الأمريكي والأممي إلى المنطقة. شهدت الرياض ومسقط وعدن والمكلا ومارب تحركات لسفراء ومسؤولين غربيين لا تبتعد زياراتهم عن جوهر المشكل والحل في اليمن. بعد تشدد الحوثي وشروطه التعجيزية التي عرضها على الوساطة العمانية، أثرت الرياض أن تترك الحوثي لينضج خياراته مع اشتداد حركة الاحتجاج داخل مناطق سيطرته، الأمر الذي جعله يستنجد بمسقط للعودة للاتفاق الذي سيعرف الحوثي فيما بعد كيف يتملص من التزاماته فيه. يمكن وضع عنوان مناسب للتحركات الأخيرة من وجهة نظر سعودية، هذا العنوان هو الحل في اليمن إقليمي أكثر منه أممي وعربي أكثر منه دولي، والسعودية وسيط لا طرف في الحرب. كان الحوثيون يرفضون فكرة تحول السعودية إلى وسيط، ولكن ومع الوقت يبدو أن الحوثي بدأ يقتنع بوساطة سعودية، وهو الأمر الذي يمنح الرياض حركة أوسع ويكسبها بعضاً من مسؤوليات الوسيطين الأمريكي والأممي، الأمر الذي لا تحبذه واشنطن رغم أنها لا تستطيع منعه في الوقت نفسه،
بالنسبة لأغلب اليمنيين أصبح الخروج من الحرب وتطبيع الأوضاع الإنسانية مطلباً ملحاً، ولكن الكثير ممن هم في مناطق سيطرة الحوثي يتساءلون عن جدوى حروبه التي أفضت إلى مجموعة من المطالب الإنسانية مثل صرف المرتبات وفتح كلي للموانئ والمطارات. إلى موقع يمن مونيتور، حيث يشهد اليمن أكبر أزمة إنسانية في العالم بسبب الصراع الذي استمر لأكثر من 9 سنوات في عقاب انقلاب الحوثيين عام 2014، مما عرض مواقعه الثقافية الغنية والتحف للخطر بسبب النهب والتهريب والتدمير. يوجد في اليمن 5 مواقع للتراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، ولكن في خضم هذه الأزمة وبينما تتعامل الحكومة اليمنية مع خسائر كبيرة في الأرواح والدمار الذي لحق بمجتمعاتها والتحديات السياسية التي لا حصر لها، أعطت الأولوية لحماية تراثها، مما يثبت مرة أخرى أهمية الثقافة لهوية الأمة وتاريخها، وكيف يمكن أن يوفر الحفاظ عليها في أوقات النزاع إحساسا بالاستمرارية والأمل في المستقبل، إدراكا منه بأن سوق الفن الأمريكي يشكل 45% من الإجمالي العالمي، وغالبا ما يكون بمثابة الوجهة النهائية للآثار المسروقة من اليمن ومناطق النزاع الأخرى. شرع اليمن في عملية معقدة أنشأها القانون واللوائح الأمريكية لمنع التراث الثقافي المسروق من دخول الولايات المتحدة، وقد أدى ذلك إلى فرض قيود طارئة على الاستيراد، وهو معلم رئيسي وانتصار لليمن، مما أدى إلى إغلاق السوق الأمريكية للآثار المسروقة من البلاد، والتي واجهت أيضا تحديات للحفاظ على أغراضها الثقافية من النهب بسبب الجماعات الإرهابية مثل القاعدة في شبه الجزيرة العربية والمسلحين المتطرفين بمن في ذلك الحوثيون. ولا تزال الحاجة حتمية لحماية الكنوز الثقافية مثل تلك الموجودة في تاريخ اليمن الغني والتي نجت لآلاف السنين. من المسلم به أن المدنيين والتراث اليمني سيظلون تحت التهديد حتى عودة السلام، وهو إنجاز لا يمكن تحقيقه إلا من خلال دعم جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع. يقطع يوميا مسافات طويلة من ريف جبل حبشي إلى تعز قصة كفاح ملهمة لمسن يمني يبيع المشاقر ويعيل والديه و9 أطفال. يقول موقع بلقيس: إن فؤاد غالب 58 عاما يحمل المشاقر يوميا ويقطع سيرا على الأقدام مسافة طويلة من قريته الواقعة في مديرية جبل حبشي إلى وسط مدينة تعز ليبيع ما بحوزته من حزم مشاقر تم تشكيلها بطريقة تقليدية من نباتات عطرية وورود متنوعة، ويزاول هذا النشاط منذ سنوات ليتغلب على جزء ولو متواضع من التبعات الكارثية للحرب والحصار المطبق على المدينة من قبل ميليشيا الحوثي منذ عام 2015، وليوفر القوة الضرورية لأسرته المكونة من زوجته و9 أطفال بينهم 2 من ذوي الإعاقة إلى جانب والده ووالدته المسنين. ويشكل بيع المشاقر مصدر دخل وحيد للرجل وعائلته الكبيرة، كما هو الحال بالنسبة لأهالي قرية المهباق التي لجأ سكانها خلال سنوات الحرب إلى زراعة النباتات العطرية. يجد غالب هذه المهنة قريبة من نفسه وولعه المتوارث بالمشاقر، ويوفر من عائداتها اليومية المتواضعة احتياجات أسرته الأساسية، وفيما يرى أن هذا النشاط يتناسب مع عمره وعجز جسده المنهك عن حمل الأثقال أو مزاولة أعمال أخرى، إلا أنه يظل واقفا طوال الوقت في مكان تواجده المعتاد بشارع الحصب وسط المدينة، حاملا في يديه الكادي وحزم المشاقر، ويعرضها على زبائنه من موقعه المكشوف لأشعة الشمس، ويتفادى القليل منها بقبعة مصنوعة من سعف النخيل. تعد زراعة المشاقر وبيعها من أبرز مفردات الموروث الشعبي في البلاد. ويقول نائب مدير عام الهيئة العامة للآثار في تعز أحمد جسار لموقع بلقيس، يقول: إنها عطور طبيعية دخلت منذ القدم في الطقوس الدينية والمناسبات والأفراح والطب البديل والمأكولات الشعبية. عن الفرق بين بريكست وبريكسيت، كتب سمير عطلة مقالا تحت عنوان فرق الاقتحام، نشرته صحيفة القدس أو صحيفة الشرق الأوسط، وأضاف في جزء من المقال:
التشابه في اللفظ بين بريكس وبريكسيت لا يعني التوازي في المعنى، وإنما العكس تماماً. الأولى أصبحت رمزاً حقيقياً للقاء الشعوب وانفتاح الأسواق ودخول الأمم إلى عصر صناعي واحد، أو بالأحرى هو عصر تقني لم تعد تتسع له أي تسمية تعبر عن حجمه. أما بريكسيت فقد كان الخيار الخاطئ للبريطانيين في لحظة خاطئة. الآن يعبر رجال النخبة البريطانية ومفكروها ومجموعات كبيرة من الناس العاديين عن الندم لخيار الخروج من أوروبا وبالتالي من العلاقات الأممية. عندما انتقى البريطانيون خيار العزلة كان في اعتقادهم أن ذلك يحمي الجزر البريطانية من هجمات المراكب التي تملأ بحر الشمال بانتظار اقتحام الفردوس البريطاني. ولم تترك فرق اقتحام الدول الغنية أي شك في أنها عازمة على ذلك حية أو ميتة، فما من شيء استطاع أن يردع هذه الغزوات، لا أنباء الغرق ولا أنباء المعاملة السيئة على الحدود ولا أخبار الابتزاز والاضطهاد. ثمة عالمان لا ثالث لهما أمام الزحف الفقير، إما العذاب الأهون في البلاد الجديدة أو العذاب الدائم في الأوطان الفاشلة. إنها حكاية قديمة من حكايات البشر، دول يتدافع نحوها المهاجرون وينصهرون فيها حتى يغيروا في ألوان الجذور فما أن اقترعت بريطانيا على الخروج حتى أصبح رئيس وزرائها هنديا، وها هي الولايات المتحدة في نهاية المطاف سوى دولة مهاجرين تحولت إلى أكبر أمة في العالم. والأفارقة الذين شحنوا رقيقا إلى أمريكا أصبحوا الآن أصحاب حقوق تبدأ بالرئاسة، غير أن ثمة فارقاً مهماً جداً بين هجرات الماضي وموجات المهاجرين الرئيسية في الزمان الراهن. الماضي كان هجرة فقراء وبدائيين وأناس غير قادرين إلا على العمل اليدوي والطاقة البدنية. اليوم لا تقبل الدول مهاجراً بلا كفاءة علمية إلا إذا كان من ركاب قوارب الموت. من الهجرة المكسيكية في الولايات المتحدة إلى الهجرة الأفريقية في أوروبا لا يبدو أنها مسألة لها حل. أوروبا قارة لا تلد خوفاً على مستوى المعيشة، وإفريقيا قارة تغصب بلا حدود لعلها ترفع مستوى معيشتها. متسلحاً بالكفاح اليمني، سجل فيلم سطل إنجازاً بفوزه في مسابقة الأفلام القصيرة حكاية أثر التي نظمتها هيئة التراث السعودي بالتعاون مع المركز الإقليمي العربي للتراث العالمي. موقع أندبندد عربية قال إن الفيلم الذي يمتد لما يقارب 4 دقائق ومن إخراج اليمني عادل الحيمي وثق رحلة متألقة امتدت لأكثر من 60 عاما لمسن يدعى عبد الله، قضى معظم حياته في ترميم وتزيين أثار مباني وجدران مدينة صنعاء القديمة. يحكي قصته مع المدينة الأثرية وكيف بدأ مهنته بالبناء والترميم. ومسابقة حكاية أثر تتيح للشباب العربي المبدع الفرصة لسرد قصص مختلفة تتمحور حول مواقع التراث العالمي في المنطقة العربية. ويفيد المخرج عادل الحيمي أن فكرة الفيلم تدور حول عرض كفاح الإنسان اليمني في عمله وحياته بشكل عام، وإظهار مدى الترابط الوثيق بينه وبين مدنه والتي مثلت في الفيلم بمدينة صنعاء القديمة. ويستعرض الفيلم بطل القصة وهو المسن الحاج عبد الله البالغ من العمر 78 عاما، مستخدما أدوات تقليدية وبسيطة وهي الجبس والسطل والممحاة والسلم في عملية ترميم مباني صنعاء القديمة، في محاولة منه كما يقول كي تظل المدينة التاريخية القديمة شابة إلى الأبد. ولا يزال الرجل يعمل من دون كلل أو ملل، وحول ذلك يقول أحاول أن أجعل هذه المدينة القديمة تواجه السنين كلما أصبحت عجوزا، أنهض وأمسحها وأرجعها صغيرة، أرجعها أحسن من أول. دموع أولاد كامب ديفيد، تحت هذا العنوان كتب وائل قنديل مقالا نشره موقع العربي الجديد وقال مر يوم أمس 45 عاماً على توقيع اتفاقيتي كامب ديفيد بين أنور السادات ورئيس حكومة الاحتلال الصهيوني مناحم بيجين برعاية الرئيس الأمريكي جيمي كارتر
من المهم أن نسأل ماذا أخذت إسرائيل وماذا أعطت العرب بعد نصف قرن إلا 5 سنوات بعد التوقيع بأقل من 4 أعوام. كان الكيان الصهيوني يعتدي على لبنان ويحتل أراضيه، وبعد أكثر من 4 عقود يتوسع الاستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويهيمن على المسجد الأقصى ويتمدد في عمق الخريطة العربية، ملتهماً عاصمة تلو الأخرى على موائد التطبيع. كانت كامب ديفيد إذن أهم من امتلاك القنبلة النووية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي، حيث نجح من خلالها في رفع أعلامه في سماوات 5 عواصم عربية، فضلاً عن أخريات في الطريق. مصرياً كان أنور السادات يخدع نفسه والمصريين، حيث يبرر تلك الوثبة المجنونة في الحضن الأمريكي الصهيوني بتحقيق الرخاء والتنمية الاقتصادية. كان نظامه قد قرر انكفاء مصر على ذاتها والبحث عن مصالحها الاستراتيجية ابتعاداً عن دورها والتزامها القوميين، وهو التوجه الذي عبر عنه وزير السادات للشؤون الخارجية بطرس غالي في مذكراته الصادرة بعنوان بين النيل والقدس. بالطبع كان الاختيار أن الجغرافيا أهم من التاريخ، وأن اهتمام مصر ينبغي أن يكون بالنيل لا بالقدس، لنكتشف بعد 45 سنة من هذا المنطق الساداتي أن مصر استقالت من التاريخ القدس وفلسطين، ولم تحافظ على الجغرافيا النيل وإفريقيا، بالإضافة إلى جزيرتي تيران وصنافير فيما بعد. وها هو النيل قد أصبح مسألة إثيوبية خالصة، لا تملك القاهرة منها سوى الاستجداء والشكوى من الملء المتكرر لخزان السد الإثيوبي. عربياً لم توقف كامب ديفيد الحرب ولم تأتي بالسلام، الإنجاز الوحيد لها أن الاحتلال لم يعد يخشى في الحرب لومة لائم ولا إجراء يمكن أن يردعه من أصدقائه العرب وشركائه وحلفائه تحت مظلة القيادة الأمريكية المشتركة، أي صارت كلفة الحرب بالنسبة له أرخص كثيراً من قبل، بل تكاد لا تكلفه شيئاً من الأصل. حين فتحت عينيها لم تجد بلدتها ولا بيتها ولا بيوت أقاربها، ولم تعثر على جيرانها، خرجت لتمشي فوق الجثث. هنا كانت تنام أختها وأبناؤها، وهناك كان يرقد أخوها، يقول موقع العربي أو موقع القدس العربي. كانت أيامها قبل دقائق من الفيضان تضج بالحياة، كان لها أهل يحبونها وأصدقاء تضحك معهم وهي تحتسي فنجان قهوتها. حتى فنجان القهوة الصغير جرفته المياه إلى البحر. الموت هو سيد الأمكنة في درنا الليبية. تقف سيدة ليبية على أطلال منزلها وهي ترفع عينيها نحو تلة من الركام بعيدة، تحاول أن تلتف حول نفسها علها ترفع أشلائها، ولكنها تهزم أمام كثرتهم. تتنهد سيدة من هناك أو سيدة من هناك، وكأنها تلتفظ أو تلتقط آخر أنفاسها لتروي لنا قصتها. قعدنا نشاهد ونقول لا إله إلا الله، اللي تسجد واللي تدعي يعني مأساة، لا أحد يعلم بحالنا سوى الله، كأننا عشنا يوم القيامة. وعلى مقربة من تلك السيدة امرأة أخرى تبحث بين قطع الخشب وترفع الحجارة بكل قوتها باحثة عن جثة أو أثر ولو صغير لأفراد أسرتها، تبكي وتشهق وتناديهم يا تيم يا يزن ويا لقمان ويا سلمى ويا تماضر، لكن لا أحد يجيبها. تتعثر بدموعها وهي ترفع صوتها إلى السماء صارخة يا ربي يا عائلتي أين أنتم، يا ربي حتى واحد، يا رب يا ربي حتى جثة، يا رب. ليس هناك خسارة أكبر من خسارة مدينة كاملة أو خسارة مدينة كاملة بكل ما فيها، ومن بقي فيها على قيد الحياة هو أكثر موتا ممن رحلوا. فكل كائن يتنفس فوق تلك الأرض الحزينة يموت 1000 مرة في اليوم الواحد، يموت مع كل ذكرى عابرة فوق الركام. درنا اليوم هي بمثابة مدينة أشباح، شبابيك مفتوحة على أسرار أصحابها، على ثرثراتهم الماضية. لقد نامت المدينة نومها العميق، ولكن متى يستيقظ أهلها؟ تشتهر جزيرة أوكيناوا وهي أكبر مجموعة جزر ريوكيو المتواجدة في جنوب غرب اليابان على أنها المكان الذي لا يعرف فيه سكانها الموت، وذلك لأن أغلب من يعيش هناك يمكن أن يصل عمره إلى 100 سنة مع التمتع بصحة جيدة. ويذكر موقع عربي بوست أن هذه الجزيرة تندرج ضمن المناطق الزرقاء الخمس
التي يعيش فيها أكبر المعمرين في العالم، إذ ما يميزها ويجعلها ضمن هذه القائمة هي طريقة عيش السكان ونظامهم الغذائي الصحي والمتوازن. عاش سكان جزيرة أوكيناوا في سلام إلى غاية الحرب العالمية الثانية، عندما شهدت معركة دامية بين القوات الأمريكية واليابانية استمرت من إبريل إلى يونيو 45 عام 45، وقد تسببت هذه المعركة في مجزرة كبيرة توفي على إثرها قرابة 200 ألف شخص من بينهم نصف سكان الجزيرة الأصليين. بالرغم من الظروف الصعبة التي عاشها السكان منذ الحرب العالمية الثانية، إلا أن هذا الأمر لا يمنعهم من أن يكون بعضهم من بين أكثر المعمرين في العالم. يتميز نمط حياة سكان الجزيرة بتناولهم طعاما صحيا ومتوازنا يحتوي على الخضروات والفواكه والحبوب والبقوليات والأسماك والأعشاب البحرية التي غالبا ما تكون عضوية، فيما يتجنبون أكل اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة والمسكرة والسكريات، إضافة إلى اتباعهم قاعدة هارا هاتشيبو في الأكل، والتي تعني التوقف عن الأكل عند الشعور بالشبع بنسبة 80%. سكان جزيرة أوكيناوا يحافظون بشكل دائم على الحركة والقيام بعدة أنشطة بدنية خلال اليوم، إذ يمارسون التمارين الرياضية بانتظام مثل المشي والزراعة والرقص. ويعيش سكان الجزيرة في جو مليء بالحب والود والترابط من خلال التمسك بالعادات والتقاليد التي تلزمهم أن يكونوا مجتمعين بشكل عائلي دائما. أسبوع من حول العالم في صور نشرتها صحيفة الغارديان البريطانية، نتابعها في هذه الجولة. إليكم أبرز رسومات الكاريكاتير لهذا اليوم، نتابعها في هذه الجولة. وإلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم، نشكركم على المتابعة وفي أمان الله.